يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مرحبا، كيفكن صبايا؟ اشتقت لكم كتير كتير ورجعت لكم فيديو جديد. يلا سووا قهوتكم ونكمل الفيديو سوا. صبايا حابة كتير كتير اتشكركم على التعليقات الحلوة اللي عم تتركوا لي اياها. الله يخلي لي اياكم يا رب ويجبر بخواطركم ويديمكم نعمة بحياتي يا ربي، امين. اليوم ان شاء الله فيديو تحفيزي، ان شاء الله رح يعجبكم كتير ورح تستفادوا منه ورح يعطيكم هيك طاقة ايجابية لتقوموا تشتغلوا وتستعدوا للايام الحلوة اللي جاي باذن الله تعالى. بتمنى منكم من اول الفيديو هيك ما ننسى كلياتنا مع بعض ندعي لاهلنا بفلسطين، الله يفرج عنهم ان شاء الله يا رب العالمين، بيعدي عليهم شهر رمضان وهن امنين ببيوتهم ومع اطفالهم باذن الله تعالى يا رب العالمين. اللهم امين يا رب، تنصرهم نصر محقق يا رب، امين. اليوم هيك ابتديت بدري نشاط وقلت باخد شوكولاته مع فنجان القهوه لانه عندي كتير كتير شغل اليوم، فيدوب يدوب طول اليوم عم بركض لحتى لحق خلص اللي وراي. يعني انا صبايا بحب نظم، يعني ما بحب انه كلياته يكون بيوم واحد الشغل، بحب نظمه على حالي شوي شوي، ببقى عارفة انا شو بدي اعمل وبرتب اموري شوي شوي. ورح اخدكم هيك بسلسلة من هون لغاية شهر رمضان لكل الترتيبات والمشتريات اذا بدي افرز شغلات كيف بدنا نعمل، ننظم الثلاجة وننظم المطبخ وكل الشغلات. بس خليكم معي، اللي ما اشترك بالقناة يعمل سبسكرايب، يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. حبيبات قلبي الغاليين ما تنسوني باللايك، اعملوا لي لايك على هالفيديو لحتى الفيديو يرتفع. عن جد في تعليقات بتجيني بتفرح قلبي وبتعطيني طاقة إيجابية وبحبكم كتير كتير عن جد. اللي بيتركوا لي تعليقات صدقوني أنا كتير كتير بهتم بالتعليقات وبحبكم من قلبي عن جد، بتوصلني تفاعلكم، بتوصلني مشاعركم الطيبة الحلوة محبتكم. الله يخلي لي اياكم يا رب ويديمكم فوق راسي ويخليكم هيك دايما منورين حياتي يا رب، آمين. يجبر خواطركم جميعا حبيباتي. يلا اليوم عنا شغل كتير، مثل ما شفتوا ببداية الفيديو رح فرز معكم الفول الأخضر لأنه موسمي فما بتلاقوه موجود دائما، يعني رح يعدي علينا رمضان احتمال ما يكون موجود، وهوني أصلا بمصر بتلاقوه كبير يعني ما بيتلاقوه موجود بالسوق وهو بيكون صغير يعني أو لساته بأوله، لأنه غالبا بيحبوا ياكلوه حب. لهيك يعني اول ما لقيت انه متاح انه اشتري فورا اشتريتهم. بالاول انا نقيتهم شو بدي لكم كتير رفع، حاولت نقي اصغر شي عنده، لكن بعد هيك يعني بدي خزن وحبيت يعني انه اعمل لي طبخة او اتنين برمضان يعني منه، لهيك خلص جبتهم هيك مثل ما هنن شروة، قلت بخزن لي طبقين لشهر رمضان. انا دائما مثلا ما بحب اعمل صنف واحد اكل، بعمل صنفين بس على قدي، يعني مثلا اذا بعمل خضار في ولادي الصغار مثلا ما بيحبوا ياكلوا الفول الاخضر، مثلا مساوي لهم جنبه شوربة خضار، مثلا مساوي لهم جنبه حيلا طبخة ملوخية، اي شيء هن بيحبوا ياكلوا. لهيك ما بكتر يعني الطبق واحد بيقديني، فمثل ما عم قلكن انه كل ست بيت بتعرف شو احتياجات بيتها وبتعمل على هذا الاساس. يعني اكيد وحده بتعزم 20 شخص مو مثل وحده عندها عيله صغيره بالبيت، يعني طبقين اكل بيقدوا البيت، فاكيد ما رح تجيب نفس الكميات. فكل واحد عارف ببيته، في بيوت عيلة في بيوت كبيرة، في ناس بتجي عزومات كتير وفي عيلات صغيرة، كل واحد على حسب إمكانياته وعلى حسب هي ست البيت الشطورة بتعرف يعني شو احتياجات بيتها بتعملها. يعني أنا طول الشهر مثلا لو عملت أكتر من مرتين رح نزهق منه ما رح يتاكل، فخلص بالنسبة لإلي هيك يعني كفايتي منه. فبدي أعمل اليوم طبق وفرز طبقين لشهر رمضان، يعني على اول اسبوعين بساوي واحد وباخر اسبوعين بساوي واحد
وجنبه كمان بيكون في أكلة تانية أكيد، فبيكون هيك كتير كتير منيح وكتير كتير كويس بالنسبة لإلي ولعائلتي. وطبعا أنا مو ضد أبدا، يعني أكيد مو ضد فكرة التفريز بشكل عام. هلأ بدنا نساوي أطيب طبخة فول على الطريقة السورية، بتشهي القلب عن جد. أكلة إذا ما مجربينها من قبل بنصحكم بعد هالفيديو تساووها على طول، رح تعطيكم طعمة ما في أطيب من هيك، طعمة كتير كتير طيبة وغنية. لهيك خليكم معي يا حبيباتي. أنا ما رح ساوي بس طبق فول أخضر بهذا اليوم، ساويت لهم كمان شوربة خضار لأولادي لأنه ما بياكلوا يعني الفول الأخضر، بيحبوا شوربة الخضار كتير مغذية وكلياتها فيتامينات يعني، فلذيذة وسهلة وسريعة يعني ما بدها شي. فحطيت أول شي أول ما بتدي الأكل كون سالقة الفراخ بحطها بالفرن، بعدين بساوي طبختي لأنه بحب أطبخ بالشوربة تبعت الفراخ، وبتركها بالفرن لتاخد لون حلو هيك وتتمهنى وتاخد سوا على كيفها. اول شي منقلي بصلة صغيرة، وبعدين منحط الفول ومنصير نقلب فيه هيك، منقلي اسمه مقلى، منقلي كتير يعني منيح لحتى هيك يدبل ويتغير لونه ويحسوه هيك طري. خبروني بالكومنتات بتاعتكم بيعذبوكم بالاكل ولا بياكلوا عادي يعني اي اكل، يعني بيحبوا كل انواع الاكل وهيك. انا عندي في هيك وفي هيك يعني سبحان الله، بس بحس ان لما بيكبروا بصيروا بيتقبلوا اطعم كتير، وهن الصغار يمكن في شغلات تبقى صعبة عليهم، لهيك دائما ما بساوي لهم يعني طبق جانبي. وبرضو التنوع بالاكل لذيذ، يعني انه نعمل طبقين صغار احسن ما نعمل كمية كبيرة من طبق واحد بيمل الواحد يعني، ما بعرف هيك بحس. حطيت له شوية شوربة بعد ما هيك بيكون تغير لونه، رح نساوي لقمة رز بالشعرية جنبه، شي غير شكل عن جد بيفتح النفس. يا حبيباتي قلت لهم الثوم والكزبرة بعد ما هيك حسيت انه قربوا يستووا لحتى هيك ينتشوا بالطعم وياخدوا طعمة كتير كتير طيبة. عن جد هاي الاكلة من الاكلات اللي كتير انا بحبها، شتوية كتير قريبة لقلبي، وطعمتها كتير كتير طيبة ومميزة سبحان الله، وكلياتها فايدة. لهيك دائما بنصحكم تجربوها اكيد. اصلا شكلها بشهي القلب. انا بحط لها معلقه طحينه وبحط لها كمان عصره ليمونه، وهيك بتكون صارت خالصه يعني. بالاول بنقليها مع بصله، بعدين بنحط لها شوربه وبنخليها هيك تغلي لها غلوتين ثلاثه، بعدين بنقلي لها الثوم مع الكزبره، وبعدين بنحط لها معلقه طحينه وعصره ليمونه، وهيك بتكون صار عنا اطيب طبق ممكن تاكلوه خاصه بالشتاء. كل نكهة في طعمتها غير شكل، بيدوب دوب بالتم عن جد بيشهي القلب. طبعا فيكن تسووه على لحمة، انا هون سويته على جاج يعني ما كان عندي لحمة، بس على الناحيتين يعني طعمته غير شكل. وبدي لكم من عدا لحمة ومن عدا كمان جاج طعمته عن جد كتير كتير مميزة وبتجنن. وكمان فيكن تحطوه زيت زيتون بيعطي كمان نكهة كتير كتير طيبة وكتير كتير لذيذة. شو رأيكم؟ بيشهي القلب غير شكل. الله يا رب العالمين يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. كان عندي كمان طبق محشي سويته معكم الفيديو اللي قبل، ارجعوا له اذا بتحبوا. هوني انا قليت الفول الاخضر، بس قليته تقلاي يعني حطيته بالزيت واعطيته كم تشويحة، وبس يبرد بتصيروا بتحطوه بالكياس. انا هدول بالنسبة لي يعني بيعملوا طبقين، فراح احط كل طبق بكيس وراح احطه بالفريزر لحتى ارجع له بشهر رمضان الكريم باذن الله تعالى. ومثل ما قلت لكم كل واحدة بتفرز على حسب عدد افراد عيلتها وعلى حسب احتياجاتها، ومو غلط يعني انه تبتدوا تفرزوا الاشياء الموسمية. اما باقي الاشياء من وجهة نظري الشخصية انا بحب ساوي اكلاتي فريش، وبرضو كل واحد حسب ذوقه وحسب احتياجاته بالاول وبالاخر.
هاي حبيت اعرفكم على بلو كيوي، هاو العصافير داي عصافير كتير كيوت ولذيذين عن جد بجننوا، انا كتير كتير بحبهم. هدول اللي دايما بزعبروا وقت بسجل الفيديو، يعني بطلع صوتهم كتير لطفة وكتير كتير خفاف وما بيوصفوا ابدا، يعني بنصحكم فيهم. اما اقرب شيء لقلبي فهذا العسل كلياته، وهذا الشقاوة والعسل والدلال، واللي يا سلام عليه وقت يكون هيك رايق وبيغني بدي لكم بيملى البيت كلياته بهجة وسعادة وفرح. هوني هو عم ياكل، هاي النبتة من الاشياء المفضلة اللي هن بيحبوها الطيور، اسمها تقريبا دخن. بعطيهم اياها مثل مكافأة يعني. بعد ما لعبنا مع العصافير ونظفنا للعصافير، يلا هلأ لنعمل تنظيفة للمطبخ، وهيك بنرتب شوي كمان، نعمل تنظيفة للمطبخ والحمام، ونصير شوي شوي كل يوم نعمل جزء بالبيت لحتى هيك نلاقي حالنا. على قبل رمضان خلصنا البيت وصار كلياته فلة شمعة منورة مثل ما بيقولوا، هاي عن جد دعكته كلياته للمطبخ بالصابون والكلور، وابتديت امسحه بهاي المساحة. عن جد كتير كتير عملية للمطبخ، خصوصا لو مطابخكم من النوع اللي بيلبع كتير رح تفرحوا فيها ورح تنبسطوا فيها. اذا متوفرة عندكم جبوها، هي بيجي جزء منها مثل هيك مساحة او قشاطة، بتمسح بتنزل كل المي، وبعدين بفوطة بتمسح كل الصابون والمي الموجود، بتخليه بيبرق برق ما بتخلي مكانه اي يعني اي تلبيع او اي شيء. فعن جد كتير عملية وانا كتير كتير مبسوطة فيها بصراحة. يعني لما جبتها فكرت انه ما تخيلت انه رح تكون هالقد تنظيفة عميق وحلو، فبصراحة بنصحكم فيها للمطبخ، كتير كتير عملية. وخاصة كمان الناس اللي عندها مثلا بواب كبيرة ازاز وباب البلكون، عن جد كتير عملية. وهلأ رح ورجيكم كمان شغلة كتير عملية انا بحب كتير استخدمها بتنظيف الحمام. طبعا مو دائم، مو كل يوم انا بنظف فيها، بس بعمل تنظيفة هيك دورية كل فترة. بعمل دعكة للحمام كتير محترمة فيها. انا دائما ما بستغنى بحمامي عن الكلور، وخاصة الكلور الابيض مو الكلور الالوان، بس هو اللي بينظف الحمام وبيعطيه ريحة وبيشيل اي شيء بتراكم بالحمام. عن جد من المنظفات الكتير قوية، حتى لو ايدك بالحمام كل يوم برضو لازم تستخدمي كلور، ولو مرة بكل اسبوعين، مرة كل اسبوع لحتى تنظفي الحمام تنظيف عميق كتير حلو. هاي السبين سبينر بتلاقوها على امازون، موجودة يعني اذا ما كانت موجودة بمحلات قريبة منكم، بس هي اكيد موجودة على امازون. بتعمل تنظيف بتدعك الحواف غير شكل، عن جد بنصحكم فيها اكيد. وهلأ صار وقت السهرة حبيباتي، عملت لهم هالمقرمشات، سويتهم معكم قبل بالقلاية الهوائية، 4 دقايق بيكون عندكم اطيب مقرمشات، وبمعلقة واحدة من الزيت ولا اروع من هيك. حبيت دللهم ودلل حالي بعد تعب اليوم كلياته، وسويت لهم كمان فشار لحتى هيك نكمل سهرتنا وناخد هيك شوية ريست ان شاء الله الفيديو اليوم بيكون عجبكم وبتكونوا حبيتوه، وبكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. بحبكم كتير، ما تنسوا تعملوا لي لايك على الفيديو، واذا وصلتوا لهون الفيديو انتوا جوات قلبي، انا كتير كتير بحبكم. وما تنسوني من اللايك، اللي ما سوى سبسكرايب لهلأ بليز سوي سبسكرايب، اشترك بالفيديو وفعل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي رأيكم بالفيديو، عم تعجبكم الفيديوهات ولا لا، وكمان اكتبوا لي اذا بتحبوا اي اقتراحات او اذا بتطلبوا مني اي طلب، كون كتير كتير مبسوطة. رح شوفكم فيديو جديد ان شاء الله، رح لكم باي باي، سلام.